وما هي السنة في صيام شهر شعبان؟ قال جماعة من أهل العلم: السنة أن يصوم الشهر كله من أوله إلى آخره، لأن أمنا عائشة رضي الله عنها قالت: كان يصوم شعبان كله، ولأن أمنا أم سلمة رضي الله عنها قالت: ما كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصوم شهرين متتابعين إلا شعبان ورمضان، وفي رواية: كان يصل شعبان برمضان. وقال جماعة من أهل العلم: السنة أن يصوم أكثره ويفطر قليلا منه، وهذا الأظهر عندي والله أعلم. فإن أمنا عائشة رضي الله عنها أخبرتنا أن النبي صلى الله عليه وسلم ما استتم صيام شهر قط غير رمضان حتى مات صلى الله عليه وسلم، حتى مضى إلى سبيله صلى الله عليه وسلم. وقد جاء في رواية عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصوم شعبان كله، كان يصوم شعبان إلا قليلا. فبينت هذه الرواية أن مرادها من قولها رضي الله عنها أنه كان يصوم شعبان كله أنه كان يصوم أكثره، حتى يظن الظان أنه قد صام الشهر كله. ألا فاتق الله عبد الله، ومتع نفسك بالصيام في شهر شعبان، وصم ما استطعت منه، ولا تحقرن من المعروف شيئا. فإن استطعت أن تصوم يوما من كل أسبوع فصم، وإن استطعت أن تصوم يومين فصم، وهكذا كلما أكثرت كان ذلك أحسن.